4 مارس، الساعة 6 صباح، كان تسريب تاع الغاز قدام البيت تاعي، والغاز هذاك تسرب بزاف، دخل لي لداري، داري تعمرت بالغاز. انا كنت راقد، انا والزوجة والطفلة تاعي كنا راقدين، داري تعمرت بالغاز. وشنو انا كي كنت راقد نط ما شميت ريحة الغاز وما حسيت بلي عندي الغاز في الدار، ما تشمش. مع الوقت قال لي طبيب بلي كي تنوض من نعاس ما تقدرش تشم الغاز، لازم تكون شارب قهوة مريح واحد النص ساعة ولا باش تقدر تستوعب، باش تقدر تعرف بلي عندك الغاز. جاني اتصال في الهاتف، صونا الخطرة الأولى ما رفتش، زاد صونا الثانية، كي سمعتو قلت هذا لو عيط لي هذا الوقت سير مو كاينة حاجة. عشتها تاع صباح 4 مارس، ظلمة صباح، كان بارد الحاشوية، سما ما اللي عيط لي ما عيط ليش هكا برك. عرفت له الو الو، قال لي بالك او تويو تاع الغاز تاع برا ويباردي لي جايز ما يسربي الحومه تما تويو تاع الغاز. نط، قال لي قبل ما تخرج من الدار هذه دنيا، قال لي خرج وكوبي تريسيتي، قال لي تريسيتي كوبيا. انا كي نط قال لي الغاز ما حبيتش نشعل الضوء، على بالي بلي كي تشعل الضوء ينصر الانفجار. هذه اسمها معلومه عندي. وشنو هو قال لي بالديجونكتور، ديجونكتور الكبير، انا ما على باليش بلي الديجونكتور يدير نفس الحكايه تاع كي تشعل الضوء. وقفت خزرت منه، مع الاول قلت نعاود نرقد شويه، قلت ما كاين والو باسكو ما شميتش، وما شي حاجه اللي تسمعها ولا ما فتحت الباب ما خرجت ما والو. طلعت هبت منا قلت نكوبي تريسيتي، هذه الدنيا، قلت نكوبي تريسيتي. رحت قدام الباب عندي ديجونكتور تما، انا حطيت يدي صار الانفجار، ترتقت الدنيا. واش نقول لك، ماشي ترتقت كيما نحكيها ما تجيش، كيما نحكيها ما تجيش. نعم نشوفوا يعني مع بعض الصور. انفجار بزاف بزاف كبير، والنار وتخبط، ضربت راسي، طحت، رحت غيبوبة، بقيت ثواني بالك هكذاك، عاود فطنت، لقيت مرتي تعيط، بنتي تعيط، خزرت فيهم نط. عرفت بنتي هي الأولانية في يدي هكذا، عرفت مرتي طاح عليها الفو بلافون، النار في التورميتو، هاي عرفتهم. وانت في هذيك الحالة يعني انت كنت محروق؟ ما حسيتش مع الاول، ما حسيتش باسكو كيما يقولوا ضربة جديدة وتاع الخوف، خلاص طنت، حبيت نسلك نخرج. خرجتهم شدوهم عليا برا حتى وين خرجت، واحد ما قدر يجي باسكو النار كانت عالية، والنار تخلع، ماشي قد ما يكون عندك كوراج ما تقدرش تدنا، هذه روح الانسان لا غالب. هذوك في هذيك دقيقة كيما يقولوا نفسي نفسي، ما لا غالب. انا مرتي وبنتي في اسمها في رقبتي، ما نسمحش فيهم، ولكن الناس اللي جات ما مقدروش يقربوا. عرفتهم، خرجت بيهم، ومن بعد لقيت رجلي مقطع، مص هذاك طاير لي شغل لاصق هكذا يجعلل. رفدوني الناس، خرجوا الناس تاع العياط، الحومه قاعده تعيط، الناس تجار، انا ما فهمت والو، شنو هذا يا حبست قفله ترتقت قاع الدنيا. هبط خويا يجري، ركبني في طونوبيل، طلعت داني المستشفى اللي قريب لينا، دخلنا هكذاك جرا وتخلعوا، حتى وما تخلعوا، كان دعوة سوسطة في السبيطار، ما كان حتى واحد ما كان. المنظر كان رهيب. ومن بعدها شافوا واحد، ما باليش انا، واحد 10 طونوبيلات جاو، الغاشي، العياط، جروا منا، مرأة، طفلة، راجل، مقيوسين، تخلعوا، داروا لي نيسي سار هكذا، واش كاين تسمى هما ماشي اختصاص تاعهم. عاودوا جات سيارة الإسعاف رفدتني، بنتي داها واحد جاري، داوها للسبيطار تاع الدراري صغار تاع الحريق، وأنا ومرتي داونا للدويرة، لحقنا للدويرة. زوجتك كانت حامل؟ كانت حامل وكانت محروقة، وداونا هكذا لحقنا للدويرة.
كل واحد داره في بلاصه، بداو يلحقوا الناس يشوفوا واش كاين واش كاين. المهم كنت في واحد الحاله مع ديجا يدي هذه حبست هكذايا ولات هادي ولا هادي والله ما هي. المهم طبيبان شفا جابت بيستوري قطعت لي يدي خطر الدم بلوكالي قاتي شو ينقطعهم القدوكا يسيلوا يوم بعد تكحل يدك يقطعوها لك ما كانش كيفاش شغل تخلعت فيا ما قلت لها معليش غير دارت لي كوراج من نحات لي كدا شو نقول لك غلفتني كامل نشفى باللي تغلفت قوعينيه برك يبانو ويديا ما كاش قاع منا حتى رجلي كومبلي داروني في حطوني في الانعاش في الانعاش ما نشفاش سما بقاو حكايات الناس تحكي لي خلاص واحد غيبوبه حما الصدمه هذيك و دخلت الكوما قعدت واحد 6 ايام بالك عندك 6 ايام وانا تما واش نقول لك نفطن نحل عيني نشوف الناس عاوديني عيني نرقد يجوك تقريبا سكرات الموت تولي ما تعرفش وين رانا ولا في النهار ولا في الليل ولا نشفى هكذا شويه هكذايا يسمى الناس تجي تطلع عليا يقولوا لي واش عبد السلام نقول لهم صافا لاباس نعاود ندي عيني تديني عيني نرقد كانوا يجوا ناس ما يعرفونيش يطلع عليا غير مزجاج هكذا يقول لها ماشي فلان وانا هو باسكو تنفخت هكذا بزاف وغير عيني يبانو ميم الام ديالي جات طلت عليا ما عرفتنيش كملت قباله قالوا لا هو قالت لهم لا انا ماشي وليدي لا قالوا لا هذا وليدك كيف ماشي وليدك باش دخلت شافتني غنحكي لك الحاله اللي ولاو فيها بقاو غير تجاره ورايحين جايين المهم حكايه تاع موت اللي يشوفني يقول لهم هذا ادعوا له باسكو ماشي هذه الحاله اللي راهو فيها ماشي انسان اللي حيزيد من المحال هذه تسمى اقرب الناس اللي يقولوها ماشي ما تقدرش تقول لهذا الانسان خفيفه دوك الجوز وما صرا والو ضربه تاع موت بقيت هكذاك واحد 6 ايام قلت في انعاش جات طبيبه نشفى غير فتحت الباب خبطتني في رجليا كي عيت قالت لي ما تقعدش هنا طلع لفوق شوف شويه ضو من بالك تعاود بدات تفطن طلعوني لفوق بقيت هكذاك ما نشفاش على الحمى بزاف فيها لي زانفيكسيون الحريق وانسان يولي غير يسيل بعدك الماء عافاكم ربي بقيت هكذاك واحد دوموا قول دوموا تقريبا دوموا وشنو كل تنين وخميس ومع الاول كانوا يدخلوني ثلاث خطرات في السمانه نشفى وقيله السمانه الاولى والثانيه ومن بعدها بقيت كل تنين وخميس لازم ندخل البلوك لازم يبدلوا لي كامل يرقدوني ويبدلوا لي لي بونسمون ينقيوا لي يعاودوا يغلفوني يعاودوا يطلعوني هذاك النهار الحاله ما قدش نحكي لك كيفاش تحس كيفاش تكون الحريق حريق كي نقول لك حريق حاجه ما عندهاش فوقها ما كاش فوقها ما كاش